وللحديث حول الموضوع عبر الهاتف محمد علي علا والمحامي والناشط الحقوقي، مرحبا بك. مرحبا. بداية، يقول المبعوث الجديد أنه سيبذل ما في وسعه لتحقيق السلام، برأيك ما الذي يمكن أن يقدمه هانس جرونبرغ؟ في البداية نهنئ ونبارك للسيد هانس جرونبرغ على توليه المنصب الجديد كمبعوث أممي للأمم المتحدة في ملف السلام في اليمن. نعم. وأعتقد أنه المبعوث الرابع في هذه القضية. لا نتمنى أن يبدأ من حيث بدأ الآخرين، وإنما علي يعني نتمنى منه أن يبدأ من حيث انتهى سلف أو سابقين، وأن يستفيد من محطات الفشل التي وقع فيها السابقين. والرجل سياسي مخضرم ومطلع على الملف اليمني منذ عدد من الزمان، وليس جديد على الملف اليمني، وهذا هو مؤشر كويس يعني بالنسبة له، من ناحية أنه يفهم تعقيدات الملف اليمني من كل جوانبه، ويدرك خطورة تجزيء الملف اليمني وماذا حصل من عندما ذهب جريفيث المبعوث السابق في مسألة تقطيع الحل أو تجزيء الحل في اليمن عبر ملف الحديدة الواحدة وملف التعديل الواحدة، وبالتالي ضاعت القضية اليمنية بشكل كامل. نعم. وذهبت إلى 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 غيابة الجب. الآن المبعوث الجديد هو مدرك لأهمية أن يأتي الحل السياسي أو الدعم الدولي كميسر، هو بالنسبة له المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة كميسر للحل، أن يأتي في إطار حزمة شاملة، حزمة سياسية مع أمنية، والتوجه نحو حل سياسي شامل. بالتأكيد سيعارضه أصحاب المصالح من أطراف الحرب ومراء الحرب في كل الجهات، لأنهم لا يرغبون بإنهاء الحرب، لكن نعم. هو يدرك بأن الشعب اليمني قصار أكثر يعني تعلقا بمسألة الحل أو الحلول السياسية، لأنه تعب الشعب أكثر من 11 سنة من الصراعات المسلسل منذ نكبة 2011. نعم. إلى اليوم ولا أمل في المستقبل سوى الحل السياسي. نعم. برأيك في ظل الهيمنة العسكرية على القضية اليمنية، لماذا لا تجرى مباحثات خاصة مع هذه الأطراف العسكرية المهيمنة على أرض الواقع؟ هو بالتأكيد أصلا عندما يتم الحوار الوطني أو الحوار برعاية أممية، وسيتم بين القوى السياسية أو القوى العسكرية المسيطرة على الأرض، لأنها هي التي تتصارع وهي التي تمتلك القوى بشكل أساسي. وهذا للأسف الشديد أيضا ليس منصف، لأنه هنا يتم إبعاد القوى الاجتماعية اللاعبة الأكبر في الملف اليمني والقوى السياسية المدنية، ويتم يعني السيطرة هي لمسألة من يمتلك السلاح ومن يقرر مصير اليمن. ولكن في كل الأحوال هو هكذا، قد أصلا الحروب لا تنشأ إلا للقتال، يعني عندما يختلف المسلحين يتم الصراع فيما بينهم. وأتمنى في كل الأحوال أن بلدنا تخرج من هذا المستنقع عبر أي حلول، لأنه ليس المسألة من يكسب أكثر في هذه المرحلة، بل المسألة من يوقف نزيف الدم اليمني بعد هذه الخسائر الفادحة من كل الأطراف. نعم. المحامي والناشط الحقوقي محمد علي علاو، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.